طيب نرجع تاني ناخد بعض الرسائل معانا وبرضو اللي مرتبطه الى حد ما بقانون الطفل. لدي ابن عنده 15 سنه وبنت 11 سنه والاب رفع دعوه ضم الاطفال الاثنين، اريد معرفه سن الحضانه للبنت وللولد. تمام، سن الحضانه للبنت كان في القانون القديم كان في السن مختلف للبنت عن الولد، لكن دلوقتي التعديل السن واحد يا جماعه 15 سنه للاثنين. للاثنين اذا كان بنت او ولد 15 سنه. هو كده الابن يتسلم؟ لا ما يتسلمش، ما يتسلمش. الاب هنا بيرفع دعوه والقاضي بينده الصغير يساله يقول له انت عايز تبقى مع والدك ولا عايز تبقى مع والدتك؟ تمام، والقول قول الصغير مع مراعاه ان القاضي له برضو انه يشوف ابقائه مع الاب افضل ليه ولا مع الام.